السلام عليكم، سمعني كده يا شباب؟ وعليكم السلام. تمام. وعليكم السلام. يا ريت بس يا شباب ما نسجلش، ماشي؟ عشان انا لقيت حد كان حاطط بتاعت الـ OBS ديت. يعني ممكن نبدأ يعني جمعت شوية أسئلة كده في امتحانات ونشوفها مع بعض. أول سؤال هنبدأ. واو، مش أول سؤال كان مطلوب هنا مدينا. أنا مش عارف دي مش مبينة الدنيا ولا مش لحظة. انتوا شايفين ماشي، انا ممكن اقراها. ماشي، هو من دين هنا ميتال سيمي كوندكتور كونتاكت، وعايز نسكتش كده الانرجي باند دايجرام في التو كيسز دول. اول كيس هي لما الفاي ام مديها 4.7 فولت للتو كيسز، يعني ممكن نسمي دي كيس 1 ونسمي دي كيس 2. ماشي، ماشي، ممكن نسمي دي كيس 1 ودي كيس 2. ماشي، في الكيس 1 مدينا الفاي ام 4.7، هنا مدينا ده بي تايب، مكتوب هنا بي تايب يعني عشان لو مش باينه، وتحت دي تي ان تايب، مدينا ان ايه هنا ب 10 اس 16 بير كيوبيك سنتيمتر، تحت الان دي ب 10 تو ذا باور 20 بير كيوبيك سنتيمتر. ماشي، وده تحت بقى موضحين ايه هي الفاي ام والكي اس. ماشي، ففي الكيس تعالى نشوف كده مع بعض. أول كيس، ماشي، ففي أول كيس خلينا نيجي نرسم كل جزء على حدة الميتال. ماشي، ونرسم السيمي كوندكتور. فحد يفكر معايا كده في الميتال ليه نرسم كده؟ ده الفاي اي فيرمي للميتال، وده بالنسبة للميتال. ماشي، بالنسبة للسيمي كوندكتور احنا عندنا هو قايل لنا بي تايب ولا ان تايب؟ كيس 1 بي تايب. بي تايب بالظبط، فيبقى ده الكوندكشن وده الفيلنس، ونحط الاي فيرمي ايه قريب من الايه من الاي فيلنس، وده الان اي. كان في حد ممكن يرسم على طول؟ بس انا بمشيها معاكم خطوة بخطوة. بعد كده المفروض ايه هنمرج الاتنين دول مع بعض يعني. وخلينا نمرجهم هنا كده. لما نيجي نمرج هنحط البارير بتاعنا في النص اهو، ونبدأ نخلي الفيرم ليفل الايند. فنرسم الاي فيرم كده، تمام، ده الاي فيرم. وبعد كده نبدأ نشوف ايه، نشوف هنعمل البندنج بتاعنا ده لفوق ولا لتحت عشان الفيرم ليفل يبقى الايند يعني.
لما نيجي نرسم هتبقى الرسمة شكلها عامل ازاي لما نطلع دي تبقى aligned على حسب الفاي اس والفاي ام بقى. بالظبط كده. ففي الكيس بتاعتنا هنا لو احنا بنرسم بقى ده الفاكيوم ليفل. فلو بنرسم هنا الفاي ام بتاع الميتال ادي ده الفاي ام ماشي، عايزين نرسم الفاكيوم ليفل كان فين الكاي اس، دي كانت الكاي اس وكان من هنا لهنا دي ايه، هي دي الفاي اس صح كده، كويس فاي اس كابيتال، بس ممكن نرسمها كده عشان بس ايه ما نتلخبطش عشان نفرق بينها يعني ورك فانكشن ماشي. فايه بقى محتاجين نعمله قبل ما نرسم؟ حد يقول يعني ممكن نمسك الرسمة دي ايه، نحسب الفاي اس الاول، نجيب الفاي اس مظبوط كده. فعايزين نحسب الفاي اس، عايزين نحسبها، هنحسبها ازاي؟ طيب بي تايم الكاي اس زائد الانرجي جاب ناقص الايفيرم ماشي. في ماينس طريقة الاي أو في اس. طريقة تانية إن إحنا نقول عايزين نجيب الديفرنس ما بين الإي سي والإي فيرمي صح كده؟ يعني هو اللي بيحصل ثانية واحدة، إحنا دلوقتي عايزين نحسب إيه؟ نقدر نقول يعني خلينا معلش نمسح دي تاني، هنقول إن الفاي إس كابيتال دي عبارة عن جزئين، الكاي إس بلس الإي فير الإي سي سوري ماينس الإي فيرمي مظبوط كده؟ الكاي اس معانا، فاحنا عايزين نحسب الاي سي ماينس الاي فيرمي. فالاي سي ماينس الاي فيرمي دي كانت بتساوي ايه؟ حد فاكر؟ كي تي لين ايه بقى؟ الجي جاب ماينس نص الاي جي جاب. هي ممكن اللي هي الان دي الان ايه والان بي؟ الان مظبوط احنا ان ان بي صح كده على على ان ايه؟ لا مش كده خالص يعني احنا ان سي بقى لقيت هتلاقي ان سي بقى هي هتبقى لا مش ان إجابة سي على اتنين زائد ان الفاي بي على اف بي. ان بي على بي ان بي على بي. لو رجعنا يعني ثانية، لو انا ينفع اخد سناب شوت لحظة واحدة يعني دي ممكن نرجع للسلايد الاولاني خالص. لحظة واحدة بس، لو رجعنا للسلايد الاولانيه خالص يعني في هنلاقي الايكويشن بتاعت الافكتيف دنسيتي اوف ستيت. ثانيه واحده مش عارف الايكويشن هتبان هنا ولا لا، باينه هي دي كانت الايكويشن بالظبط، بس هي دي الايكويشن اللي احنا بنتكلم عليها. سوري انا فهمت، انا يعني احنا دلوقتي بنحسب ان الاي سي ماينس الاي فيرمي صح كده، فدي سوري محتاجين ايه نعدلها شويه سوري. فاحنا لو عايزينها اي سي ماينس الاي فيرمي نقول الاي جي صح ماينس ايه بقى الكي تي فلين ان في على بي صح كده. لو رجعنا بقى تاني هنا هنقول ايه، هنقول ان البي دي ممكن نقول هي ابروكسيميتلي ايه بتساوي ايه، بتساوي الان ايه بفرض ان هي الفاليو بتاعت الان كبيره يعني، واحنا عند الروم تمبريتشر فتبقى هنا ايه ب 10 اس ايه 16 بس. والاي جي ده مش عارف بقى هي كانت ثانيه اشوفها في موجودة في الفورمولا شيت ولا لا. 1.12 ماشي انا ماشي يعني حاولوا بس ايه وانتوا بتبصوا ان هي موجودة في الفورمولا شيت، فدي 1.12 ماينس بقى ايه الكي تي صح كانت كده لين الان في، هي برضو هتلاقيها في الفورمولا شيت، انا مش الفاليو مش معايا يعني. خلينا النهارده واحنا بنحل ايه نعدي على الافكار عشان نلحق ننجز ماشي. فيعني الشاهد بس ان احنا 1.04 في 10 اس 16 ماشي ايا كان يعني هنكتب هنا الفاليو ونشوف هندي. فالقصه بقى ايه كل لو احنا بقى الكيس بتاعتنا الفاي ام اكبر من الفاي اس فساعتها ايه اللي هيحصل؟ فساعتها البندنج بتاعنا هيبقى لفوق ولا لتحت؟ لتحت مظبوط كده، ساعتها البندنج بتاعنا هيبقى لتحت.
عشان ما نتلخبطش ممكن نرسم بقى الفاكيوم ليفل، يعني دي اكتر حاجه هتخليكم متلخبطوش. تاخد نفس البندنج بتاع ال يعني تاخد نفس البندنج دوت اهو، وتلاقي تشوف المسافه هنا، المسافه دي هنا دي الفاي ام، والمسافه من هنا لهنا دي الفاي اس، فنلاقي الفاي اس هنا اصغر. لو العكس هنلاقي البندنج العكس، يعني تبقى كده، هتبقى كده تمام كده. فدي في كيس ان الفاي ام اصغر من الفاي اس. بس طبعا واحنا بنرسم هنا سريع، وانت في الامتحان لازم ايه توضح ايه كل حاجه، يعني توضح ده الاي فيرمي وده الاي كوندكشن، الحاجات دي عليها جريدز يعني، وتوضح المسافات. يعني مثلا تقول له ايه المسافه من هنا دي كده، وترسم خط تقول ده الاي جي، المسافه من هنا لهنا دي ايه، لو مثلا بتقول كي تي لين، وهكذا بقى. فاهمني؟ يعني اي حاجه انت بتستخدمها في الايكويشن يا ريت توضحها في الايه عشان تبقى عليها جريد يعني تمام. ولو حسيت انك هتتلخبط ارسم الفاكيوم ليفل زي ما قلنا، وترسم ايه او ترسم بقى تو كيسز، يعني ترسم دي لوحدها ودي لوحدها لو انت لقيت نفسك فيها هتتلخبط. ماشي، باشمهندس، في حد عايزكم على برضو الويتنج وانتم بتفكروا مستني حضرتك، ايه. في حد على الويتنج مستني حضرتك تدخل. اه سوري، النهارده بس استسهلت كده وفتحت النوبي. ماشي، نقطة تانية بقى هخليكم بقى تفكروا فيها. تخيل نفس السؤال دوت، بس هو قال لك ايه، قال لك ده ان طيب، وقال لك ده ايه ان دي، حاولوا تفكروا فيها. فاهمني؟ هتبقى زي، هتبقى شبه اللي احنا هنحلها دلوقتي اللي بعديها. ماشي، وخلينا ايه نروح للفيديو اللي بعديها. انا عندي سؤال في دي بقى، اتفضل. هو الاي سي ناقص، لو انا كنت قلت نص الاي جاب زائد الفي لان كل اي كان برضو صح، صح هاي مش هو هتفرق، يعني انا جربت الطريقتين كان اللي بيطلع بيطلع خرائط بس بأرقام بسيطة. 0.03 مثلا في الفولت في ما الاخر، مش المفروض يبقى فيه ديفرنس؟ انت بتقول يعني ايه الطريقة؟ لاحظت فيه ديفرنس كبير ولا بتقول مش ملاحظ؟ لا في ديفرنس في الارقام يعني في 1 من 10، 2 من 10 كده. 2% مش من لا 10. 2% difference عشان ال approximation في ال NV. بالظبط، بس انا صدق فاين يعني، انا شايف ان هو الاثنين اوكي يعني. تمام، اهم حاجه بس توضح الخطوات، ولو عملت ابروكسيميشن ما يعني، يعني الابروكسيميشن اللي احنا عملناها هنا دي المفروض وانت في الامتحان توضحها يعني. فاهمني؟ بس بحيث يبقى باين انك فاهم يعني. ماشي، تمام، وحاول شكرا. يا شباب نستق على الفاليوز اللي موجوده في الايه، في الفورمولا شيت. يعني لو هو كاتب لنا حاجه في اليونتس يعني جيفن مثلا دي ثريشولد بفاليو معينه، يا ريت نستخدم ديت، نستخدم الفاليو دي. لو مدينا مثلا الابسلون نود والابسلون سيليكون والابسلون اوكسايد بقى فاليوز معينه، نستخدمها زي ما هي موجوده في الفورمولا شيت يعني، عشان يبقى الارقام اللي احنا مطلعها قريبه اكتر من الايه، من الموديل الانصر يعني. تمام، بعد كده خلينا ايه ننسرت هنا بيج. ماشي، احنا عايزين بقى ايه نشوف الكيس التانيه. الكيس التانيه كانت بتقول لنا ايه، كان بيقول لنا نفس الكلام بس بدل بقى بي طيب ان طيب. ماشي، ماشي، بس هو بقى هنا الشيء اللي حد بقى يلفت نظره، مدينا لان دي ب 10 تو ذا باور 20 بير كيوبيك سنتيمتر، يعني ده رقم كبير، مدي عامل هيفلي دوبينج للايه، في الان طيب. ماشي، فدي ممكن تبقى الشيء اللي ايه الغريب شويه في السؤال. ماشي، خلينا نبص مع بعض عليه. فهنعمل ايه برضو؟ هنعمل نفس القصه اللي احنا بنرسم على طول الميتال. ادي ده الميتال، ده الاي فيرم بتاع الميتال، نرسم ليفل كده ونقول ده ايه، ده الاي كوندكشن، ده الاي فيلنس، ده الاي اي. الاي فيرم بتاعنا هيبقى فين بقى؟ يعني ده على الاي الاي فيرم سي على الاي سي، او ممكن يبقى فوق ايه يعني، خلينا ما قريب نرسموش فيه. يعني، يعني خلينا فوقيه كده عشان نوضح ان هو عالي. ليه عملنا كده؟ لان هو عامل هيبلي، يعني هو اصلا عامل دوبينج بشكل اكبر اصلا من الان اي يعني. فاهمني؟ فبنفس القصه بقى هنيجي نقول ايه بقى، هنقول هنا ان الاي سي ماينس الاي فيرم بقى هيبقى بيساوي ايه، بيساوي كي تي فلن ان سي على ان، صح؟ اللي هي تقريبا عبارة عن كي تي لين ان سي على الان دي. الان دي جيفن، والان سي دي هيبقى موجودة في الفورمولا شيت المفروض جيفن تبقى ان هي بالنيجاتيف. بالظبط. الله ينور عليك، هتطلع بالنيجاتيف، هتطلع
around A minus 0.032 electron volt. ماشي. وبالتالي بقى يعني لما نيجي نحسب بقى الايه، لما نيجي نحسب، قولوا معايا، لما نيجي نحسب ال الفاي اس، الفاي اس، فتطلع ايه بقى؟ هتبقى هنكتبها فاي، سوري، هنحط بقى كاي اس، المفروض ايه بقى؟ ماينس ايه؟ ماينس الاي سي، او بلس بقى الاي سي ماينس الاي فيرم. هنا دي بقى طالعه بالنيجاتيف، فتبقى ايه؟ هتقلل لنا بقى، هتاكل لنا شويه من الايه، من الكاي اس. تمام. 4.7، وهنطرح منها ال 0.032 ديت، ونطلع بقى الفاليو هنا بكام. ماشي. او كان برضو في السؤال ورا كان بيطلب ان احنا نحسب البارير. ماشي. يعني دايما برضو دي نصيحة يعني، وانت بتحل في الامتحان حاول ايه تهايلايت كده ايه الاجزاء، فهو طالب منك تسكتش، فعشان ما تنساش تهايلايت كده على السكتش. واعتقد هو بيقول انديكيت ويذر ذا اتش اوف ذيم ريكتيفاينج اور اوميك. ولو رجعنا للهيدر تاني، هو كان طالب، بس هو طالب الاثنين دول. ماشي. فاحنا عارفين بقى لو احنا في الكيس اللي فاتت ديت، في الكيس 1، لو احنا في الكيس دي هتبقى ايه الكيس بتاعتها؟ اوميك ولا ريكتيفاينج؟ اوميك. مظبوط كده، دي اوميك ودي ريكتيفاينج. ليه؟ عشان هنا عندنا البارير، ده بارير ده بارير. ماشي. فلو في هنا هولز، فتلاقي ايه يعني، هيبقى واخدة نفس الشكل كده بتاع الدايودز يعني. اما في الكيس دي هيبقى ايه، اكنها سيمتريك حوالين الايه، حوالين ال حوالين الزيرو. تمام. في الكيس بقى اللي هنا، في الكيس اللي هنا هتبقى نرسمها ازاي؟ ترسم كده، هوب، ده الاي فيرمي. مظبوط. ماشي. وساعتها ده هيجيب لي دوب، صح؟ فهنلاقي بقى ان الاكس دي بتاعتنا ايه، صغيره خالص يعني، لكن الاكس دي ديبليشن هنا كده. وتبدا ترسم ايه بقى؟ ترسم الشكل كده، وتبدا تطلع دي كده يعني. المسافه ديت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، اللي هو الاي في اي سي ماينس الاي فيرمي. يعني دي المفروض دي الاي فيرمي، واللي تحت دي الاي سي بتاعت السيمي كوندكتور، وده الاي في بتاعت الايه، بتاعت السيمي كوندكتور، ده الاي اي. تمام كده. والمسافه دي المفروض هي الايه، الاكس دي، يعني لما تحسبوها بالايكويشنز بتاعت الاكس دي. تمام كده. احنا ليه بقى قلنا كده؟ لان احنا عندنا في الكيس دي الفاي ام اصلا بكام؟ 4.7، صح؟ الفاي ام 4.7، والفاي اس في الكيس بتاعتنا هنا اقل من 4 شويه. بالظبط. المهم الفاي ام هتبقى اقل. بالظبط كده. اوكي. انتوا بس حاولوا ترسموا في الامتحان التسكيل، انا يعني ده لو فاكيوم ليفل كده هتلاقي الفاي ام هنا اكبر من الايه، من الفاي اس، بس انا هنا ممكن مبالغ شويه. حاولوا برضو تحسبوا الحاجات دي تاني يعني. ماشي. هي الاي سي ماينس اي اف اللي هي القانون اللي هو اللي فوق دوت، هي دي مش بتبقى كي تي على كيو، ولا بتبقى كي تي؟ لا، مفيش كي تي. الكيو ده لو احنا بنكتب بوتنشال، اما احنا كلها بنكتب انرجي. فاهمني؟ تمام. يعني كي، احنا ليه اصلا بنكتب دي كي تي اوفر اوفر كيو؟ دي اللي بنقول عليها 0.025 تقريبا ولا 6، عادي مش هتفرق. بنكتبها ايه بقى، فولت ولا الكترون فولت؟ لا، فولت. مظبوط، عشان دي كده ايه، بنقسم على كيو. فولتج. بالظبط. اما دي توديها الناحيه الثانيه بنكتبها الكترون فولت، وتبقى انرجي. ماشي. تمام. بس هي في الحسبه بتاعتها هحسبها 0.025 عادي، صح؟ انا بحسب. بس انا اجين حاول تشوف نفس الفاليو اللي هي موجوده في الايه، في الفورمولا شيت،
بس اللي انا عايز اقول بس ايه، كي تي اوفر كيو دي اليونتس بتاعتها فولت ماشي، دي وحده ايه فولت يعني، او بوتنشال ديفرنس او بوتنشال يعني ماشي، انا فاهم حضرتك او بس كي تي بتتكلم في الحساب. يعني فوق هنا هنعوض بالكي تي، ايه المشكله وهنكتب الكترون فولت كيتي بس مش يعني ما اجيبش مثلا كيتي اوفر كيو واقول ان هي بالفولت، اللي هو فرق فرق ال 2 فولت والاي هضرب فيها بعدين مش مشكله. عارف فاهم قصدي صح؟ انا فاهم قصدك. ايوه بص انت لو اول هتكتبها لين كذا ويطلع الرقم ده بالفولت، فعايز اخليه الكترون فولت هضربه في ايه. لا انت هتعوض دي بنفس اللي انت نفس ال 0.02 بس تكتب هناك الكترون فولت، فاهمني؟ اوكي تمام. في ايه تاني؟ بس معلش، هو احنا ممكن نقول فاي بي اقل من او بتساوي زيرو، ده كده يبقى اومك، واي حاجه عكس كده تبقى ريكتيفاينج، ولا لازم بالرسمه زي ما حضرتك عملت؟ انا افضل الرسم يعني، الرسم ده افضل حاجه يعني عشان ما نتلخبطش يعني. هي ليها جدول يعني، ليها جدول كده موجود في السلايدز يعني، لو رجعنا له هنلاقي مثلا هو مقسم لو الفاي ام اكبر من الفاي اس في حاله بقى الان تايب والبي تايب. بس هو دايما ايه، عاده لما تيجي تتساله في السؤال ده بتبقى ايه مطلوب ترسمه معاه كده كده ايه، نرسم افضل يعني إيه؟ عشان ما نكونش اتلخبطنا يعني. ماشي طب حضرتك ممكن تقول الرسمه سريعا لو سهله يعني. ماشي اوكي. يعني احنا اول حاجة هنا ايه رسمنا، يعني اول حاجة بنرسم البارير بتاعنا ده الاي فيرمي للميتال تمام، بعد كده نرسم الاكستنشن بتاع الاي فيرمي. احنا عندنا الاي فيرمي في السيمي كوندكتور كان فوق الايه الاي كوندكشن، فنرسم الاي كوندكشن بتاعنا هنا. دايما واحنا بنرسم بنرسم ايه، بنرسم الاول عند الاكستريم يعني، انا برسم دلوقتي جوه في البلك يعني عند السيمي كوندكتور، يبقى ده الاي سي وده الاي فالنس وده الاي اي تمام. وبعد كده ابدا اشوف الكيس بتاعتي الفاي ام اكبر من الفاي اس ولا لا. فاحنا لقينا هنا الفاي اس كانت عباره عن الكاي اس، يعني الكاي اس دي كانت بكام، الكاي اس دي كانت باربعه ماشي، الكاي اس دي باربعه وطرقت منها حتى فاليو تانيه اللي هي اللي احنا قلنا عليها الايه اللي هي الكي تي لان ان سي على ان دي، وقلنا الان دي اكبر من الان سي فالفاليو دي هتطلع بالنيجاتيف، وبالتالي لما نيجي نطرحها من هنا الفاي اس دي هتطلع برقم اقل من اربعه، في حين ان الفاي ام كانت ب 4.7، فاحنا عندنا هنا الفاي ام اكبر من ايه؟ من الفاي اس تمام؟ فعشان ما نتلخبطش دايما ترسم دي دول، ده هفترض ان المسافه دي هي الفاي ام ماشي، فين الفاي اس بتاعتي اقل، فين الفيرم ليفل اهو، فهي مثلا هي دي ايه، دي من هنا لهنا هتبقى هي الايه الفاي اس، ونوصل كده بس. وعلى نفس التوصيله دي نرسم بقى الايه بقيه الايه الليفلز يعني كده بس. انا قصدي يعني ازاي من الرسمه دي نقول اومك او ريكتيفاينج؟ من تحت بقى يعني احنا ثانيه نشوف اول حاجه ايه الكارير اللي عندنا، هي ده ان تايب ولا بي تايب؟ ده بي طيب. ان طيب. لا ده ان طيب مضبوط، فان طيب. فايه الكاريرز بتاعنا؟ المفروض هو الالكترونز، واحنا عارفين الام اس كونتاكت ده يونيبولر ديفايس ماشي، فاكن احنا اهي عندنا هنا تشور الكترونز يعني، والالكترون دي شايفه ايه باريرز من ناحيتين يعني فاهمني بس. ف يعني اول ما نلاقي هنا البيندنج كده في ناحيه الان طيب هنسمي دي ريكتيفاينج. انا محتاج اوكي ماشي، محتاجه ايه، محتاجه ابايس او ازود البوتنشال يعني، في اتجاه ماشي فيه كارنت واتجاه مش هيمشي فيه كارنت، لان انا لو عملت بايسنج ده ريفرس ساعتها الكيرف ده هينزل لتحت اكتر والبارير هيزيد وبالتالي ما في حاجه هتعدي، فده اللي بيخلي فيه كيرف ليه شكل عام كده يعني. يعني لما يكون عندي من عند السيمي كوندكتور في مجهود من البي تايب او ان تايب ان هو يعدي الهول يعني، او الالكترون ان هو يعدي الحته الثانيه الميتال يعني، ده كده هنقول عليه ريكتيفاينج صح؟ مظبوط بس هو هنا بقى ايه، بس تمام ده المفروض. ورا كانت الكيس مختلفه، مثلا لو احنا في الكيس دي كان هنا ايه، كان هنا لو الكاريرز بتاعنا هولز فببص تحت على طول فلاقي لا هنا مفيش اي حاجه. بس انا بقى في النقطه الثانيه عايز هايلايت ايه تاني، هو ريكتيفاين بس احنا نبقى واخدين بالنا ان هو لما اجي اعمل يعني يبقى في عندي هيفلي دوب في السيمي كوندكتور
ده بيخلي الاكس دي ديت زي ما قلنا من شويه ايه الويتس بتاعها صغير خالص، فهو ممكن يحصل ايه، يحصل بنتريشن للكاريرز الموجوده عندي هنا للناحيه الثانيه ويرجع تاني ان هو اكنه اوميت كونتاكت. تمام، فالحته دي لو جت لازم تفكروا فيها ايه، لازم توضحوها بالطريقه اللي انا بقول عليها ديت، فاهمني؟ وضحوا ان هو لو هو بالطبيعي ريكتيفاينج، بس احنا بنقول ان احنا ممكن الجيت بي دوبنج ده يخلي الايه الكاريرز دي تبنتريت من عند البارير دي وتعدي الناحيه الثانيه، فاهمني؟ هيعمل تونل يعني. تونلنج بالظبط كده. فيعني دي نقطه ايه محتاجين نوضحها يعني. ماشي؟ يعني هي احنا وضحنا كده يعني كده الحاله دي اسمها ريكتيفاينج، بس هو الاوميك بتحصل بس من اللي هو التايم يعني، لو سالت فيها هو الريكتيفاينج. انت اول حاجه تقول له ان في بارير وبالتالي في ايه ده ريكتيفاينج، بتقول له بس الان دي دي كبيره جدا لدرجه ان الاكس دي الديبليشن ويتس الصغير خالص ان هو يخلي لنا الجنكشن ديت او الامس جنكشن ديت اوميك اوميك نتيجه الايه تانلنج، وتحط تحت التانلنج دي خطين ثلاثه كده عشان دي ايه دي كي وورد يعني. تمام شكرا. اوكي ماشي، نروح بقى للسؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه كان بيقول لنا ايه هنا؟ بيقول يو ار جيفن ذا فولوينج اسيمتريكال سيليكون ان بلس بي ماشي جنكشن دايت. ثانيه بقى اشوفها من عندي عشان الدنيا مش واضحه هنا. لحظة واحدة. لحظة واحدة يا شباب. ده سؤال ايه؟ ماشي، السؤال ده بقى بيقول لنا ايه هنا؟ بيقول احنا عندنا اسيمتريكال سيليكون ان بلس بي جنكشن ومدينا هنا بقى الويتس، يعني هنا مكتوب لنا هنا الويتس ان ديت او خليها ان كابيتال يعني زي مرسوم 1 مايكرومتر، والدبليو بي ديت عباره عن 4 مايكرومتر. حلو كده جدا. وبعد كده بقول الان ريجن اوف ذيس دايت از هيفلي دوبت، وحط بقى ايه قال لنا هيفلي دوبت ماشي، ده فين دي اللي هي ديت. ذا بي ريجن از كومبوزد اوف تو سب ريجنز، يعني كده ده كده ده الايه ده الان تايب، الجزء الثاني ده البي تايب بيتكون من جزئين ماشي، عامل هنا دوبنج ب 10 اس 15 وعامل هنا دوبنج ب 10 اس 18 ماشي، ومدينا الويتس بتاع ال W1 بكام؟ ب 2 مايكرومتر، فهو مدينا الويتس بتاع ال WN ومدينا الويتس بتاع ال WB ومدينا كل الويتس ومدينا الدوبنج، هو بيشرح لنا الرسمه بالاخر يعني، ومدينا الموباليتيز للايه؟ للالكترونز والهولز ماشي. فاول حاجه طالبها مننا ايه؟ بيقول consider the situation with zero applied bias، انا حاطط ال VEB ديت بصفر، what is the built-in potential الفاي نود. فدي مساله سهله ما ينفعش ما نغلط فيها يعني. فاول حاجه ايه هنقول ان الفاي نود دي عباره عن ايه او البيلت ان دي عباره عن ايه، حد فاكر؟ VT في ال N دي على N في ال N ايه؟ ماشي على ان اي سكوير مظبوط. اني ان بقى ال ان اي 1 ولا ال ان اي 2 اللي هي على الكونتاكت مظبوط كده اللي هي الاي 1 مظبوط كده. فدي هنحسبها تطلع اي 0.805 فولت ماشي. النقطه اللي بعديها برضو بص يعني خلينا ما نكتبش حلوها عشان انت تحلوها تاني مع نفسك تطلع ايا كان يعني، مش عايز بس الايه تبقوا عارفينها تعرفين الحاجات بالارقام بس. انا بقى برضو نصيحه هنا بالمره عشان احنا ايه دايما برضو وانتوا في الامتحان، عشان دي نقطه بقى شائعه شفتها في الميد تيرم، لازم تكتبوا اليونت يعني اليونت دي تبقى عليها درجه فاهمني، فلازم تكتبوا اليونت. تاني حاجه الرقم اللي انت بتطلعه لازم بيميك سنس، يعني ما ينفعش مثلا تطلع البيلت ان بوتنشال برقم 10 فولت، في ناس كانت بتطلع ارقام كده كبيره، الارقام دي تبقى مستفزه ماشي، ما ينفعش تطلع بالنيجاتيف. انت طب لو تخيل مثلا طلعتها وطلع رقم مش بيميك سنس، لازم تكتب كومنت يعني عشان اللي بيقرا يحس انك فاهم اصلا يعني. ماشي. النقطه اللي بعد كده عايز يحسب ايه، بول عند الفي بايس الفي اي بي ديت الفي 1 ماشي، الديبليشن ويتش ريجن اون ذا بي سايد اوف ذيس دايت ال ال بي بتساوي 2 مايكرومتر. احنا عارفين لو احنا عندنا بي ان جنكشن
بيبقى في ديبليشن ريجن، والديبليشن ريجن دي متقسمه جزء في الان تايب وجزء في البي تايب. اللي موجود في البي تايب هو ال بي، تمام كده؟ فبقول لك هو 2 مايكرومتر، ماشي؟ يعني عايز يقول لك ايه؟ فولي ديبليتد. انت متخيلين شكله هيبقى عامل ازاي؟ يعني مثلا هو مدينا الان دي هنا بكام؟ 10 19، مدينا انه ماشي، فهو شكلها مثلا هيبقى عامل حاجه زي كده. مثلا لو احنا متخيلين بنرسم الايه؟ التشارجز مثلا، ولا هتبقى كده مثلا، ماشي؟ فاكرين القصه دي ولا كنا سوري كنا بنرسم الايه؟ البوتنشال يعني. الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد، سوري كده. ده 0 ده W1 وده W ده WN، فهو اكن كده، ماشي؟ فهو بيقول لنا ايه هنا بقى؟ حد فاكر يقول لي بقى نعمل ايه؟ هنفكر فيها ازاي ديت؟ هنبدا فيها ان احنا نكتب الايكويشن بتاعت الديبليشن ويرش في ال بي، صح؟ فهي هتبقى مساله بسيطه، نكتب ابسلون سيليكون وما ننساش الابسلون نود. يعني مش معنى ان احنا بنكتب السيليكون دي ان مفيش ابسلون نود. بعد كده على كيو، بعد كده نكتب ان دي على ايه؟ الباقي بقى ال ان اي 1 مظبوط بقى، اللي هي ايا كان بقى ليها كذا فورم الناس بتكتبها بيها، مش هتفرق. واي نود ماينس البي 1، ماشي؟ هنحط ال ال بي ده بكام؟ هنحطه ب 2 مايكرومتر. طبعا بنفك اليونتس ونعوض، هيبقى ايه المجهول عندنا؟ ال في 1. ال في 1 ده احنا مش عارفينه، هنحسبه. تتوقع بقى ال في 1 هيطلع رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. بالظبط، يعني الحاجات دي مهمه جدا. ليه نيجاتيف بقى؟ لان انا علشان اخلي في الديبليشن ويرث يزيد للدرجه ان هو يكفر ال في 1، لازم ال في 1 ديت تكون نيجاتيف علشان يبقى الريفرس بايس. هو ده ايه؟ يعني هو راسم الرسمه كده، خلينا نرسمها ونبقى نمسحها. ده كده دي جنكشن، حاطط دي ال بي، سوري حاطط دي ال ان وحاطط دي ال بي، ماشي؟ والترمينال دي سماها ايه؟ والترمينال دي سماها بي، وحاطط بوتنشال هنا كده ونسميه ايه؟ في اي بي، ماشي؟ فانا لو عايز اخليه فورورد بايس هخلي ده رقم بوزيتيف، البوتنشال ده هيبقى اكبر من الناحيه دي. لو انا عايز نيجاتيف ريفرس بايس هخلي الفاليو دي نيجاتيف دي، فاهمني؟ بس ماشي، مفهوم النقطة رقم 2. الأسئلة بسيطة اهي، ماشي؟ رقم 3 with a bias applied in 2، يعني بقول بنفس الفولتج اللي طلع في 2. مثلا هنفترض ان هو كان ايه؟ يعني هو طالع 2.2، ماشي؟ بعد كده ايه؟ بقول بنفس الـ الفولت دوت، عايز يعمل ايه بقى؟ What is the transition capacitance؟ transition capacitance per unit area. فالترانزيشن كاباسيتنس دي هنحسبها ازاي؟ سهلة صح، هتبقى ايه؟ ابسلون صح، ابسلون مظبوط على الايه؟ على الويتس. الويتس ده اللي هو ايه؟ اللي هي دي، صح كده؟ متفقين معايا ولا لا؟ تمام. مين هو بيقول بالظبط؟ عشان هو قال لنا نفس الكيس اللي فاتت، الكيس اللي فاتت ديت البي 1 ان حصل فولي ديبليتد للايه؟ للبي ريجن اللي هي الان، اللي هي من 0 للدبليو، تمام؟ مظبوط كده. فتبقى ابسلون سيليكون، ما ننساش برضه الابسلون نود على الايه؟ ال بي، ونعوض ونجيب الفاليو دي بتطلع بكام، ماشي؟ اليونتس هنا هتبقى ايه بقى؟ كيلو فولت بير سنتيمتر، فراد بير سنتيمتر. فراد بير سنتيمتر، فراد احنا دي كام؟ تمام. ايا كان بقى اليونتس هنا بقى نانو بيكو، شوفوا هتطلع معاك كام، تمام كده؟ ماشي، خلينا ايه نشوف الاخر بوينت، انا همسح دي كده، ماشي؟ احنا عايزين بقى نشوف البوينت رقم اخيره. حد بقى يفكر معايا ويقول اخر بوينت. يقول هنا the equivalent capacitance of this junction in the reverse bias region، ان ال VE اصغر من 0. فبقول لك انهي واحده من دول بقى؟ فاهمين؟ نفكر بالراحه. احنا دلوقتي قلنا علشان احنا عارفين لما بنشوف يعني نستخدم ال B injunction نستخدم بي انجنكشن كاباسيتنس، او يعني بيبقى ليها كاباسيتنس كبيره في الريفرس بايس، ماشي؟ فهو اول حاجه الكاباسيتنس مع
يعني لو ده الفي اي بي متوقعين الكاباسيتنس تزيد ولا تقل، وانا كل ما تزيد ولا تقل لما اتحرك في هذا الاتجاه. هو لما الدوبنج بيعلى الكاباسيتنس هتزيد. لا احنا مش بنتكلم دلوقتي دوبنج، احنا بنتكلم دلوقتي الفي اي بي. الفي اي بي ده معنى ان انا بتحرك كده ريفرس ايه اللي هيحصل؟ هتزيد ديبليشن المفروض، ديبليشن ويتس المفروض هتقعد تزيد، والكاباسيتنس هتزيد ولا تقل؟ تقل. تقل. بس مش احنا كل ما بالظبط كل ما الديبليشن ويتس بتزيد كل ما الكاباسيتنس بتقل. افتكر على طول ان عندك تو بارلل بليت وانت قاعد تزود المسافه بينهم، والكاباسيتنس زي كانت عباره عن ايه؟ ابسلون في اريا على ديستنس، صح؟ بس انت قاعد تزود الديستنس اللي هي الديبليشن ويتس مع الريفرس وايز، فانت متوقع تشوف بروفايل هنا بيقل كده، ماشي؟ مفهوم كده ولا ايه؟ مفهوم. تمام ماشي حلو. هل بقى هيقعد يقل على طول ولا لا؟ هو بيقول لك هنا ان ال NE2 ديت الديبليشن الدوبنج بتاعها عالي ب 10 اس 18، ودي الدوبنج بتاعها 10 اس 15، فاحنا متوقعين ايه اللي هيحصل؟ ان انا وانا قاعد ازود، احنا عارفين النقطه دي ان كل ما الدوبنج بيزيد كل ما الديبليشن ويتس المفروض بتقل، او المعدل يعني واحنا بنزود الفولتج كده ايه الديبليشن ويتس هتزيد، الديبليشن ويتس هتقل مع الايه؟ مع الدوبنج. يعني فاهمين الحته دي صح؟ تمام تمام بالظبط. فاحنا متوقعين كل ما بنزود الريفرس بايس ايه اللي هيحصل؟ الديبليشن ويتس هتقعد تزيد، اكن مثلا ايه عامله كده، او خلينا اكن يعني خلينا انا هرسمها ايه الكتريك فيلد، ماشي؟ وانتوا تبقوا متخيلينها معايا ايه متخيلين معايا ديبليشن ايه، فاكنك هتبقى كده، بعد كده هتزود هتبقى كده، بعد كده هتزود اكتر هتيجي هنا وتبدا تكسر اقل، يعني فاهمني؟ متخيلين عايز اقول ايه ولا لا؟ هو حتى من الايكويشن يعني هو الفولتج والتاني يعني الويتس بيبقى فانكشن مضروب واحد على ان بلس واحد على ان دي، فانا لما اكبر قوي الان دي او الان ايه ساعتها الفولتج هيبقى تاثيره اقل لانه مش بيزيد فولتج زي ما بيزيد في الان دي. يعني مثلا عايز اقول ايه، انك لو قعدت تزود ريفرس بايس عن الفي 1 بعد الفي 1 يعني فالزياده اللي هتشوفها هنا هتبقى بريت اقل من الثاني، يعني عشان الدوبنج بتاعه اعلى. يعني الخلاصه يعني الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى هيقل كده لغايه ما اول ما يوصل لهنا ويبدا ايه يحصل زي ساتوريشن كده، او ينزل بريت قليل جدا يعني. فاهمني؟ يا باشمهندس انا عندي سؤال. اتفضل. طب ما هو ايه برضو كان بيقل يعني برضو في سكتش ايه تقريبا هو الاسلوب قل. بس هو هو رسمه هنا بنفس الاسلوب تقريبا، فاهمني؟ يعني هو لازم تبقى في فرق واضح يعني انت هنا الدوبنج تقريبا ايه؟ 3 اضعاف التاني مثلا. مش 3 اضعاف سوري يعني في اوردر اوف ماجنتيود من ال ان اي 1. تمام؟ تمام. فلازم يبقى في فرق واضح في الرسمه. فاهمني؟ شكرا يا باشمهندس. لا. ماشي. وبرضو ايه انت ممكن بتقول طب ما هي عامله كده صح؟ بس ما تنساش ان كده كده الديستنس تحت ايه؟ موجوده تحت. فكده كده لما نرسم الفانكشن دي هتبقى عامله كده، فاهمني؟ فاهم انا اقصد ايه؟ تبقى اورب ساتوريشن اكتر يعني. لا انا اقصد يعني كده كده اي 1 اوفر دي يعني كباسن تساوي 1 اوفر دي، ودي نيحسن فانكشن في الايه في الفولت، فانا متوقع كل ما ازود الفولت العلاقه مش هتنزل لينير كده، مش مستني هتبقى لينير، فاهمني؟ هي كده كده بيبقى في ايه معدل الفراكشنال ديت 1 اوفر اكس هتبقى شكلها عامل كده يعني. بس فاهمين؟ فتبقى هي الافتراق رقم بي يعني. خلينا نروح بقى للسؤال اللي بعد كده. يا معلش يا باشمهندس هتبقى تاني رسمه دي برضو اجين يعني هو الفكره كلها ان احنا كل ما بنزود البوتنشال ثانية واحدة كل ما بنزود البوتنشال كل ما بنزود الفي اي بي ديت بالماينس يعني كل ما اللي يحصل هيحصل هتبدا الديبليشن بس تزيد،
لغايه ما توصل للفي 1 ويحصل ايه فولي ديبليتد للريجن دي. بعديها هيبدا يحصل ديبليشن الويتس هتبدا تزيد هنا، بس الزياده هنا تبقى اقل بكتير من الزياده اللي هنا، ان الدوبنج بتاع الان اي 1 اقل من الدوبنج بتاع الان اي 2. فاهمين الحته دي؟ تمام. فبالتالي احنا مش متوقعين نشوف البروفايل بتاعك مثلا ينزل ايه الشكل ب 1 اوفر دي على طول، لا هو كانه هينزل هيبدا يجي في لحظه كده بعد الفي 1، بعد الفي 1 ماين اللي هي الفي 1 سوري ماشي بقى من ماينس في 1، وساعتها ايه هتبقى الايه تقل بريت قليل، تقل بريت قليل ماشي. تمام شكرا. ماشي في السؤال ده كان عايزين نقول ايه؟ مدينا اول حاجه بيقول لنا هنا، طب ثانيه واحده اوضح الفكره ده احسن من كده. لحظة واحدة ويمشي عادي طويل. ماشي ماشي. هنا بقى مدينا ايه في السؤال، بيقول لنا consider the following measured CD characteristic of most capacitors. ماشي بيقول لنا اول حاجة mention whether the bulk is P-type or N-type وgive a reason to endorse your answer. endorse يعني ايه؟ تعزز اجابتك او تأكد اجابتك يعني. ماشي فاول حاجه ده بي تايب ولا ان تايب؟ انا شقه السبستريت ان تايب. ان تايب ليه؟ ان تايب الاكيوميليشن في البوزيتيف بالظبط. اما البروفايل عشان ما نتلخبطش من الحته دي، لو البي سبستريت بتاعتنا بي تايب فيبقى البروفايل كده، ده البي جيت ده الصفر، ساعتها ايه اللي هيحصل بقى؟ ساعتها هتبقى ثابته كده، ده سي اوكسايد سي اوكسايد، وبتبدا هنا تنزل، يا اما تنزل لتحت كده لو احنا هاي فريكونسي او لو فريكونسي تقوم طالعه تانية فوق صح. طب انا لو عكس الريجن دي كانت هي الاكيوميليشن، الجزء ده اللي هو الديبليشن، وهنا بقى القصه التانية دي هي الايه الانفرجن. لو في ده جيت وده الصفر في الان تايب سبستريت، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها البروفايل بتاعنا العكس، ده ثابت وده ينزل لتحت ويطلع لفوق. ماشي فاول بوينت كده زي الباشمهندس ما قال هتبقى ايه؟ هتبقى ان تايب. ليه؟ علشان ايه؟ علشان لما الفي جيت كانت اقل من الصفر، او سوري اكبر من الصفر، أكبر كان في اكيوميليشن كده. حلو. ماشي النقطه اللي بعد كده بيقول لنا using ideal characteristic give the voltage range for one accumulation depletion version. يعني هو مدينا هنا ايه داشد لاين، مدينا داشد لاين كده لو احنا شايفينه، هو بيقول ده الايديال كاركترستيك. ماشي فبقول لك given ده قول لي بقى الايه فين الاكيوميليشن. خلاص انت هتقول له من اول هنا كده، سوري من اول هنا وانت راجع كده، ده الاكيوميليشن من ماينس 1 ل 1 ده اكيوميليشن، الديبليشن من هنا لهنا صح؟ من تقريبا من ماينس 1 لماينس 2.5 صح كده؟ شوفها بقى او شوفوها بكام، يعني هتبقى 2.3 مثلا. بعد كده من هنا كده دي بقى هتبقى ايه؟ هتبقى هي الانفرجن. تمام كده؟ بعد كده بيقول ده draw the equivalent circuit in the depletion mode. في الديبليشن مود الويك انفرجن بعتبره تبع
المنطقة بتاعت الديبليشن. بص انت يعني ممكن تقسم بقى الانفيرجن دي لويك انفيرجن وسترونج انفيرجن، بس احنا ايه يعني اختصارا يعني والبريفيت يعني ان احنا بنقول انفيرجن على طول. ماشي تمام. درو ذا equivalent سيركت ان ذا depletion مود، عايز يقصد equivalent سيركت للكابسنس يعني. ماشي ايه هي بقى depletion؟ كان عندنا ايه؟ عندنا سي اوكسايد صح وسي depletion. سي اوكسايد سي اسمها سي depletion مظبوط كده، سي depletion. ودي المفروض ايه السيرفيس بوتنشال بقى، لو في حاجه مش واضحه يا ريت تقولوا. بعد كده بقول فاين ذا مينيمم ديبليشن ويت، مينيمم ديبليشن كاباسيتنس. السؤال بقى سي ديبليشن دي مينيمم سي ديبليشن عينين على فين؟ تحت عند اخر ديبليشن هنا صح كده، عند الحته دي كده ماشي. فنشوف هنا الفاليو هنا بكام تقريبا؟ 15 13 ماشي هتطلع 15 او ماشي. هو المفروض اعملها من الايكويشن صح؟ يعني الجراف ده يديني السي توتال مظبوط. ما بالظبط. لحظه واحده مظبوط. دي هنا احنا هنحس ان في حته عملناها سكيبنج صح؟ النقطة دي ما حلناهاش، أنا ليه علمت عليها؟ ماشي، إحنا قلنا بس خلينا هنا سي توتال دي زي ما إحنا قلنا إيه؟ 20 كده صح؟ ولا كام؟ ولا 13؟ 13 12 13. وهنرجع للبوينت دي لأن هنا بس في نقطة هنا نسيناها، بيقول هاو ماتش ذا أوكسايد سيكنس. فالأوكسايد سيكنس دي هنحسبها منين؟ من السي أوكسايد دي كده، دي سي أوكسايد صح؟ فنمشي كده نشوف الفاليو هنا بكام؟ ماشي. فهتطلع هنا مثلا كام؟ حوالي 43. فنبدأ نحسبها من الايه؟ من السي اوكسايد. فنقول بقى السي اوكسايد ديت عبارة عن ايه؟ ابسلون نود في ابسلون اوكسايد. هو مدينا هنا ايه؟ الكروس سكشنال اريا ولا لا؟ مدينا في الراس ولا هو كروس سكشنال اريا هنا في الجزء ده كده بس انتوا مش شايفينه. مدينا بونس بالسكوير سنتيمتر، وهنا ايه تي اوكسايد. فنقدر نعوض من هنا ونطلع ايه تي اوكسايد بكام. ماشي هنا بقى رقم في اما نيجي نحسب المينيمم تي اوكسايد بتبقى بير اريا. لا تي اوكسايد بير اريا في القانون، الجراف مش باليونت اريا، جراف عادي. بص التي اوكسايد على طول وحدتها المتر يعني. او شوف بقى هنا الايه مايكروميتر نانوميتر، شوف انت هتطلع معاك بكام. الكباسنس دي لو ما ادتش الاريا بيقوم كاتب لك في الاغلب هنا ايه بير مثلا ايه ايا كان بقى اليونتس اللي هيكتبها هنا إيه. بس بير يونت اريا يعني فاهم، بيديك ساعتها جيفن الكباسنس دي بير يونت اريا. هنا بيديك الكباسنس على طول بالمايكرو فراد، فبس لو تعوض بالايه بالاريا هنا وتحسب التي اكسايد. السؤال بقى رقم في، احنا قلنا عندنا تو كباسنس ان سيريز، بيديك ده سي دي سي ديبليشن وده سي اكسايد. فانا هاجي هنا اشوف السي اكسايد بكام. السي اوكسايد احنا قلنا ب 34 ايه مايكرو فراد، والسي توتال بكام؟ حوالي 13 مايكرو فراد. وتبدا تعوض هنا تقول السي توتال او 1 على السي توتال ايكوال ايه 1 على سي اوكسايد بلس 1 على السي ديبليشن مينيموم، وتحسب بقى من هنا الاي سي ديبليشن مينيموم. بسيطه صح؟ علينا حاجه شبه كده في الشيت. حد عنده مشاكل لغايه دلوقتي؟ جميل. بعد كده عايز يحسب المينيمم ديبليشن لير ويدث. فانا لو معايا سي ديبليشن اقدر احسب بقى ايه؟ حد يقول اقدر احسب الديبليشن ويدث من هنا صح؟ الماكسيمم ايه هي بقى الايكويشن؟ ابسلون نود في ابسلون سيليكون في كروس سكشن اريا على ايه؟ على دي ماكسيمم بقى. ماشي دي ماكسيمم ديبليشن ويتس، لان اقل ديبليشن ويتس سوري اقل ديبليشن كاباسيتنس هتدينا اعلى ديبليشن ويتس صح كده؟ تمام.
بس فبنعوض هنا السي ديبليشن بالمينيمم ديبليشن كاباسيتنس اللي احنا حسبناها، ومن ايه ومن هنا نحسب الايه الدي ماكس ديت او الماكسيمم ديبليشن لاير ويث. مسائل بسيطه. نروح للسؤال اللي بعد كده. given an approximate value مش عارف ايه flat band، او عايز بقى يحسب الفلات باند فولتج، هنحسبه ازاي من هنا؟ هو قايل ان هي عند ال 0.9 سي اوكسايد. احنا هنا ال V flat band، فلما نيجي نحسب ال V flat band دي هنحسبها منين؟ حد يفكر كده؟ هشوف عند ال 0.9 من السي اوكسايد اللي هي 93 بطلعها من الكيرف، يعني تقريبا عن 38 مايكرو فاراد، واشوف اللي قصادها مين من الجيت فولتج. انت توصل من اول هنا، من اول حته، من اول هنا كده صح ولا فين؟ لا مش دي خالص، قبلها سنه عشان مش ايديال بالظبط. يعني هي مش عارف ده اسمه، هو نفسه قايل 0.9، يعني هو يعني هنا كده كده ماشي ايا كان، تبقى هنا كده ماشي، هي دي اللي هتبقى الفي فلات باند. وفي حاله الايديال دي كانت عند فين اصلا؟ لو احنا اصلا بنرسم حاجه بقى ايه، اما كنا بنرسم بقى في الاول خالص الكاباسيتنس بتاعت الموس كاب، واحنا فرضين اصلا ان هو فلات باند كونديشن متحقق، ساعتها الفي فلات باند كانت بصفر، وكان دي بتحصل عند الصفر صح كده؟ كده. فالفرق بقى من هنا، يعني اللحظة اللي هو بيسويتش ما بين الاكيوميليشن للديبليشن، هي دي ايه؟ اللي هي اللي بنحسب عندها، هي اللي بتبقى بتخلينا نحسب الفي فلات باند يعني، ماشي؟ بعد كده how much is the ideal flat band voltage؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 والمش ايديال بعد النيجاتيف 1 بشويه، لان هو قايل الايديال هو الداش بالظبط، يعني هو اصلا هو مديك الكونديشنز، يعني هنا مدينا اسيوم سي على سي اوكسايد بيساوي 0.9، فهو كل اللي احنا هنعمله ايه، هنيجي هنا يعني هنشوف السي اوكسايد هنا بكام ونقسم بقى السي اوكسايد، نضرب السي اوكسايد في الاوبن 9 ونشد خط كده، ويبقى هنا دي ايه اللي هتبقى ماينس اوبن 9، دي هتبقى ماينس اوبن 9 فولت ماشي. تحت بقى الايديال هتبقى زي ما احنا قلنا عند الخط الشرب، هتبقى الفي فلات باند الايديال تبقى بماينس 1 فولت تمام. دي بقى مش عارف بقى هتبقى 0.9 هتبقى 0.8، شوفوها انتوا كام يعني بالظبط، بس مش هتفرق يعني، بس اهم حاجه بس وانت بتحسب يبقى في مارجن يعني بالظبط، عشان رقمين قريبين من بعض قوي، بس انا اقصد انت بس دايما وانت في الامتحان هتبقى في السيف زون، يعني لازم توضح الخطوات، يعني تقول مثلا سي اوكسايد بكذا، يبقى سي على سي اوكسايد، يبقى سوري السي بتساوي سي اوكسايد فوق ايه 0.9 بكذا بس. بعد كده اخر حاجه given the value of ideal threshold voltage، ماشي الثريشولد فولتج ده هنحسبه ازاي بقى من الرسمه؟ حد فاكر نحسبه بقى من هنا؟ هي الاون هولد ديبليشن من هنا كده هتطلع بايه، حوالي ماينس 2.3 فولت تمام. اهم حاجه بس انا مش عارفه ليه الفلات باند ولا لا الفي فلات باند، مش عارفه ليه جبناها من الحته دي. الفلات باند صح؟ ماشي. هو هنا اصلا هو مدينا كيرف، الرسمه ديت مدينا كيرفين ماشي، مدينا كيرف ايديال اللي هو الداش ديت، ومدينا كيرف تاني ميجرد يعني ماشي. فهو بيقول لنا ان احنا علشان نحسب الابروكسيمت فاليو للفلات باند فولتج
اسيوم، هو بيقول لنا اسيوم ان سي على سي اوكسايد ب 0.9 ماشي، فاحنا عارفين السي اوكسايد بكام صح، هنيجي هنا نشوف السي اوكسايد بكام، هتطلع بحوالي كام 43 سي اوكسايد هنا 43 مايكرو فراد. هنيجي نمسك السي نقول ايه ال 43 مايكرو فراد ديت في 0.9 هنشوف هتطلع بكام، يبقى الرقم اللي طالع ده انا هشد خط هوريزونتال كده واشوف هو هيتقاطع هنا فين، فهنا انزل كده هلاقي هنا ايه 0.8 - 0.9 على حسب ما تيجي معاكوا هنا فاهمين، يبقى الفولتج ده هو الفي فلات بند في الرقم ده اللي هي ماشي في رقم 8. في رقم 9 بقى هو بيقول لك الايديال، فكل اللي احنا هنعمله هنحسبه من اول الايه اللحظه اللي بيسويتش فيها من الاكيوميليشن للديبليشن. تمام شكرا. ماشي خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده نفس شبه الأسئلة السؤال ده. فبيقول لنا هنا في السؤال مدينا كاباسيتنس فولتج بلوت فور موس كاباسيتور، مدينا ال N بلس ده بولي سيليكون، وبيقول لنا ايه بقى، وبيقول لنا اسيوم ان اتس بوتنشال اس 550 ملي فولت ماشي، ومدينا هنا السيليكون يعني مدينا هنا البول جيت از ايه از ان بلس بولي سيليكون اسيوم اتس بوتنشال اه يعني مدينا البي جيت هنا ب 550 ملي فولت، ومدينا السيليكون دايكسايد بكام؟ ب 15 نانو متر، وقلنا ذا بودي از ذوبد ويز سم كونسنتريشن اوف اكسبتورز، فيبقى السبستريت ده بي ولا ان تايب؟ ده بي مظبوط بي تايب، ومدينا اصلا ان ايه يعني ايه مش مدينا فاليو. فاول بقى مطلوب هنا يقول لنا ايه، يقول لنا عايز يحسب الثريشولد فولتج، عايز يحسب الفي فلات باند من الايه من البلوت، فخلاص احنا عرفنا القصه دي. حد يقول لنا بقى بسرعه الفي ثريشولد هنا بكام؟ -0.67. قلت ايه تاني معلش؟ الفي فلات باند الفي ثريشولد بكام؟ -0.067. لا لا ليه؟ لا لا صح الثريشولد اللي على اليمين الفلات باند لا لا ده -0.9 واحد ده الفلات باند ده الفلات باند هو ده بي تايب بالعكس سوري صح بس فده هيبقى 0.067 فولت، الفي فلات باند هيبقى هو -0.91 فولت ماشي. هو اصلا في السؤال ما كانش المفروض يحدد ايه ان ايه او ان بي، انت كنت اصلا ممكن تعرفها من الايه من شكل البروفايل يعني تمام. مش ده كان اول بوينت، تاني بوينت عايز يحسب ايه، قول specify the range of voltage where the most capacitor inversion depletion و accumulation، فدي سهلة صح. هنا كده هيبقى ايه
سامعيني كده يا شباب؟ شباب سامعيني؟ تمام. خلينا نكمل بس الرقم 2 كان مدينا ايه؟ عايز يحسب بي سبيسيفاي ريجن وير ذا موست كاباسيتورز انفيرجن وديبليشن واكيوميليشن. ف ماشي في المنطقه اللي هي ايه انفيرجن، يعني خلينا نقول ان الفي جي اصغر من ماينس 0.29. وبعد كده النقطه الثانيه ان الفي جي ما بين الماينس 0.9 لايه لماينس 0.067، واللي بعديها لو اكبر من ايه ماينس 0.067 الفي جي. ماشي، ففي الجزء الاولاني ده ايه؟ accumulation depletion inversion. ماشي، النقطة اللي بعد كده بقول calculate the doping concentration in the body in NA from the given information. فهو عايز يعرف الدوبينج. هنعرف الدوبينج ازاي يا شباب؟ حد ممكن يتخيل كده معايا ممكن نعرف الدوبينج ازاي؟ البارير اللي مدولي فوق اللي هو 550 ملي فولت. البارير هو مدينا هنا ومدينا ايه تاني احنا ممكن نعرفه؟ اني بارير هو مش شايف فيه اي بارير. هو جاي من فوق في راس السؤال. مدينا ده مدينا الفي ثانية باينة هنا ثانية نشوف عندي. هو بيقول لنا هنا اتس بوتنشال 550 ملي فولت. هو مدينا الفولتج اللي على ايه المقصود ب 550؟ يعني البوتنشال الموجود على الجيت. اوكي ماشي، تعالى نشوف السؤال تاني. هو بيقول لنا هنا the gate is in plus polysilicon assume its potential is 550 ملي فولت مدينا تي اوكسايد. هو قال لنا بس ان الاي سبستريت ده ايه ايه طيب وبس وسابنا ومشي. بعد كده في السؤال رقم البوينت رقم 3 بيقول لي عايز يحسب الدوبينج ال ان اي. فاحنا ممكن نستخدم معلوميه الايه بقى؟ معلوميه ال في فلات بند، صح؟ ممكن نحط قانون اللي هو في جي ده بس نعوض عن في جي بفي تريشرد وفي بي تقريبا باتنين في وفاي اس باتنين فاي اف ونجيب بقى الباقي يعني. اعتقد بالظبط يعني ممكن نرجع للايكويشن بتاعت الفي فلات باند. ثانية اشوفها كده. لحظة واحدة، لو حد فاكرها فولتج الجيت ماينس فولتج البلك. مظبوط كده، الفي جيت ماينس الفي بلك ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفي فلات بند، صح كده. البلك بقى هنحسبه ازاي؟ الايكويشن بتاعت الفلات بند دي جايه منين؟ ثانية لحظة واحدة ارجع بس السلايد عشان انا مش فاكر. لحظة واحدة. انا فاكرها ان الفلات باند كان الفاي ام اس ماينس الفولتج اللي على الاوكسايد الايونز اللي في الاوكسايد. استنى بس وارجع لحظة. دي فلات باند. الفي جيت كنا ساعتها بنقول ان الفي فلات باند هي الايه الفاي ام اس، صح؟ مش صح ماينس الكيو على السي اوكسيد. مظبوط.
ثانية واحدة أنا طب ماشي خلي البوينتس دي بس أفكر فيها وأرجعها تاني. أنا كنت كده في الحل عندي بس إيه مش حاسه أكثر حاجة صائبة، بس هي تتحسب من الفي فلات باند، يعني تتحسب من من الفلات باند فولتج. بس ايه بقى هي لو فاي ان ايه هي لو هي فاي ان اس يعني ثانية احنا ممكن خليني بس ارجع يعني بص دي هبعتها مع المندوب يعني البوينت دي خلينا ابص لها كده بهدوء وارجعها تاني عشان بس ما نكسب وقت يعني. ماشي بعد كده هو بيقول ايه assuming ان الجيت is doped P plus pro sequence so that the potential of the gate بقت minus 550 ملي فولت sketch the CV curve labeling V threshold will be flat band. ماشي فهو كل اللي احنا هنعمله ايه هنا لو احنا عملنا ال P gate ب minus the potential of the gate minus 550 ملي فولت sketch هو المفروض هيحصل لها shifting. ماشي ال shifting دوت لو ماينس 550 ملي فولت هو كل اللي هيحصل ساعتها البروفايل هيبقى العكس يعني صح ولا ايه؟ لحظة واحدة هيحصل شيفت بمقدار الايه 550 ثانية 1100 هيبقى هنقول بقى ماينس 0.91 بلس ايه 500 0.55 فتطلع لنا كده هي راحت من نيجاتيف 555 ل 550 هي المفروض بلس 550 ثانية هي اتحركت من 550 مللي لماينس 550 مللي صح؟ لا لا من 550 مللي لماينس 550 ده هيعمل اختلاف قد ايه في السي بي 1100 1100 صح كده فهتبقى البي فلات باند تبقى عامله كده المفروض دي البي ثريشولد 0.19 وهنا دي هتبقى صح والتانية دي هتبقى ايه ست كانت هنا كام ستة سبعة فهتبقى هنا 0.033 فولت ماشي هي بس البوينت رقم دي خليني بس ابص عليها تاني وارجع لكم بس هي عموما هتتحسب من اصلا الجيفن اللي احنا نقدر نستفيد منه عشان نحسب منه الدوبينج هو الايه الفي فلات باند طبعا الكاباسيتنس هنا نورمالايز فمش هنطلع بيها بمعلومه تمام ف مش يعني هتبقى عباره عن في الاخر خالص لما نيجي نجربها يعني او الايكويشن بتاعت الفلات باند بس انا بس عايز ارجع افتكر بس الايكويشن كانت عامله ازاي الفي فلات باند هتلاقي هي عباره عن ايه عباره عن فانكشن اصلا في الفاي اف اللي هي الفاي اف دي اصلا هي كانت فانكشن في الان ايه تمام فالمفروض بقيه الجيفنز بقى في الفي فلات باند ديت نقدر نحسبها هي ماينس 0.91 وهتلاقي جوه الحاجات بقى اللي مع الفاي اف كلها عندنا ايه اعتقد كان في كي تي والان اي هتبقى معانا اللي هي جوه الفاي اف بس خليني بس احل دي وابعتها لكم تاني
يبقى نروح للسؤال اللي بعديه عشان نكسب وقت. بس مش السؤال التاني بيقول لنا ايه هنا؟ واحدة واحدة بس. بيقول لنا هنا شوتكي بارير دايت فورمد اون ان تايب سيليكون هاز دوبينج كونسنتريشن ان دي بكذا والبارير بكذا، عايز يحسب البيلت ان بوتنشال. ماشي، فنحسب البيلت ان بوتنشال ازاي؟ هو بيقول لنا هنا ان ده شوتكي بارير ماشي دايت، فهو مع يعني هو وضح لنا ان هو في بارير اوريدي صح، ومدينا من السبستريت او السيليكون ان تايب، فساعتها البيلت ان بوتنشال هتبقى ازاي؟ لو احنا هنتلخبط خلينا نرسمها سريعا. لو ده الاي فيرمي ميتال نرسم ده الاي كوندكشن اي فالنس، فين ال فين الاي فيرمي هنا هيبقى قريب من الاي كوندكشن، لما نالاين دول مع بعض هيبقى عندنا ايه كده، وده الاي فالنس ده الاي كوندكشن، هو بيقول لنا ان انا عندي بارير صح، فيبقى البروفايل عامل كده. ماشي، عايز يحسب بقى البيلد ان بوتنشال، عايز يحسب المسافه ديت الفاي نود ديت، هو مدينا اصلا البارير هنا ده البارير الفي بي مثلا او الفاي بي، مدينا هنا 0.65 فولت. ماشي، طبعا انا برسم هنا المفروض كيو وتكتبه الكترون فولت يعني، ده عشان بس ايه كده عشان نبقى ماشي. هو عايز يحسب بقى الفاي نود ديت، عشان نحسب الفاي نود دي المفروض نحسب المسافه ديت صح، فنقدر نقول هنا ان الفاي بي ايكوال الفاي نود ماينس المسافه ديت، ممكن نسميها فاي ان. الفاي ان الفاي ان دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كي تي صح، كي تي اوفر كيو فلين، ونكتب هنا ايه بقى؟ حد يقول معايا، حد يقول يا شباب ان ايه بقى؟ ان سي انتوا معايا صح في ان دي، ان سي على ال ان دي. فدي كده ده الثيرمال فولتج اللي هو 0.025 تقريبا او 0. ماشي ايا كان، خليها 0.26 ماشي. والان سي دي المفروض جيفن عندنا، والان دي هو مدانا في السؤال اهو، فنقدر نحسب الفاي ان. ماشي، بعد ما نحسب الفاي ان يعني هي تطلع كام؟ تطلع ب 0.22 فولت. بعد كده من الفاي ان ديت نقدر نحسب الايه الفاي نود بتاعتنا، بنقول الفاي نود عباره عن الفاي بي ماينس الفاي ان، الفاي بي هو مديها لنا 0.65 ماينس 0.22 هتطلع بقى بكام؟ ب 0.43 تمام كده. ماشي، في مشاكل في اول بوينت اعتقد بسيطه خالص صح. بعد كده if the doping concentration او سوري of doping concentration changes to ان دي 10^16 ده عايز يحسب الفي بي والفاينل. ماشي، وهل بقى these values increase او ماشي خلينا نحسبهم الاول. ماشي، فهو لو الدوبينج زاد ايه اللي هيحصل للفاي ان؟ يعني خلينا لو الفاي ان دي زادت ايه اللي هيحصل ساعتها؟ الفاي ان هتبقى اللي هي كي تي كي تي على كي لين ان سي على الان دي، الدوبينج هيزيد والفاي ان فالا ان دي هتزيد، فالجوه الترم ده ايه هيقل، فالفاي ان اللي هيحصل لها هتزيد هتقل 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 مظبوط. فهتطلع بكام بقى بعد ما نعوض بالان دي الجديده؟ تطلع ب 0.2 ماشي 0.21 فولت. ماشي، بعد ما نحسب الفاين نود المفروض نحسب الايه بقى؟ هل الفاي بي دي
الفاي دي هتتغير ولا هتفضل زي ما هي؟ مش بتتغير. لا الفاي دي مش بتتغير. بالظبط هتفضل زي ما هي 0.65. ليه هتفضل؟ ان الفاي بي دي ديت بتعتمد على ايه؟ لو احنا رسمنا هنا ده الدكتور. اه بالظبط ده كده ده الفاي ام وده كده ايه الفاي اس. هي بتعتمد على الورك فانكشنز. مظبوط. لا حد يقول لي الفاي نود هي بتعتمد على الورك فانكشنز. هي بتعتمد على الورك فانكشن بتاعت ال يعني الفاي بي ديت هتبقى عباره عن فاي اس سوري الفاي ام ماينس الكاي اس صح كده؟ فالاثنين دي حاجات مش بتتغير مع الدوبينج. تمام كده؟ مفهوم كده يا شباب ولا؟ تمام اه. وبالتالي هتفضل زي ما هي فدي ايه هنكتب ريمينز بس. وبعد ما نحسب الفاي بي فاي ان نقدر نحسب الفاي نود من نفس القصه. نقول الفاي بي ديت ماينس الايه الفاي ان ونحسب هنا هتطلع بكام بقى؟ هتطلع اقل ولا اكتر؟ احنا مثبتين الفاي بي وقللنا الفاي ان فالفاي نود دي هتزيد صح؟ هتطلع ب 0.44 فولت. ماشي بس السؤال خلص كده سؤال بسيط خالص. في سؤال تاني؟ ماشي السؤال التاني مدينا هنا دي سي تشارج ديستريبيوشن فور او اوف فور ايديال موس كاباسيتورز وبيطلب مننا ايه نحدد فين الان تايب والبي تايب. ماشي وفين الافيبليشن ديبليشن انفيرجن مود ونرسم الانرجي باند دايجرام. ماشي حد يفكر ما بالنا خلينا نعدي على كل واحده وحد يقول لي باي فين. ماشي خلينا نبدا باول واحده رقم ايه ديت. رقم ايه ديت بي تايب ولا ان تايب؟ احنا هنعرف ازاي بي. خلينا نسال الاسئله الاول بقى يعني خلينا ايه في الاول كده ايه هنعرف ازاي البي تايب من الان تايب. يعني حد يقترح عليا يعني ازاي نحدد ان ده بي تايب ولا ان تايب؟ هل ممكن نعرفها من الميتال؟ صعبه شويه. ليه؟ لان الميتال ممكن يبقى فيها بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. هي في الاخر ايه على السيرفيس. ماشي سيرفيس تشارجز يعني هي يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف على حسب الكيس. هو في اكيوميليشن ديبليشن انفيرجن هم في مودز مختلفه. مش فلو بصينا على الميتال مش هنطلع معلومه ان هو ده بي تايب ولا ان تايب. ماشي عشان نعرف معلومه البي تايب او الان تايب عينينا هتبقى على ايه؟ عينينا على الديبليشن صح كده؟ الديبليشن احرى ولا الانفيرجن كمان؟ فخلينا نقسمها. لو احنا هنقول كده اول حاجه هنبص على سيمي كوندكتور الجزء اللي هو السيمي كوندكتور. ماشي ونبص فيه هل في ديبليشن ولا لا. في ديبليشن لو في ديبليشن هنبدا نشوف هل في انفيرجن ولا لا. ماشي يعني طب لو مفيش ديبليشن هيبقى احنا في الاكيوميليشن. ماشي فلو هفترض مثلا ان الشارج بتاعه الديبليشن ريجون يعني انا ايه مش عارف اجيبها كده خلينا ماشي يعني انا كنت عايز اقوله ايه بقى لو في ديبليشن لو احنا بصينا على السيمي كوندكتور ولقينا لقينا ايه لقينا في تشارجز بس موجود على السيرفيس زي الكيس دي زي الكيس دي كده يبقى احنا في كيس اكيوميليشن. طب معنى ان انا اصلا في اكيوميليشن معنى كده ان التشارجز دي هي الماجوريتي كارير بتاعه الايه بتاعه السبستريت. فلو دي بلس بوزيتيف تشارجز يبقى السبستريت بتاعي كان ايه كان بي تايب. تمام كده. طب لو في كيس مثلا زي رقم ايه ديت انا حصل الديبليشن والتاني نفس التشارج فده معناه ايه بقى الجن كان بي الاي بي تايب بي تايب انفيرجن. ده بي تايب انفيرجن. مظبوط. طب رقم بي رقم بي هنا في ديبليشن بس هتبقى ايه هتبقى ستيل برضو بي تايب صح كده.
يعني خلينا بس نمسح تاني معلش ونعدي. خلينا نمسح بيه كده وننجز بس عشان خلينا نعدي واحدة واحدة. ولو في حد مش فاهم حاجة ايه، انا كنت عايز اعملها زي فلو شورت كده بس عشان ما ناخدش وقت. خلينا نبص رقم واحد، خلينا نمسك اول فيجر، تاني فيجر، تالت فيجر، ورابع فيجر. اول فيجر ده هيبقى ايه؟ هيبقى انفيرجن صح؟ تمام. اه هيبقى احنا عندنا كيس هنا حصل انفيرجن ماشي. هل السبستريت نوع السبستريت بي تايب ولا ان تايب؟ بي. بي تايب لان التشارجز اللي موجوده هنا نيجاتيف تشارج. تمام. فبقى الماينورتي كاريرز اتجمعت عند السيربس فده يبقى بي تايب ماشي. رقم بي، رقم بي هنا تبقى بي تايب ولا ان تايب؟ هتبقى بي تايب برضو مظبوط، بس حصل ديبليشن، احنا لسه ما دخلناش في الانفيرجن فدي تبقى ديبليشن وهتبقى بي تايب. طب رقم سي زي ما قلنا دي هتبقى اكيوميليشن. ليه بقى اكيوميليشن؟ ليه ما حصلش ديبليشن اصلا ويبقى السبستريت هنا بي تايب برضو مش. لو رحنا نفجر رقم دي ده هيبقى ان في ديبليشن وفي انفيرجن يعني في احنا عندنا ايه ده كده هيبقى ايه؟ هيبقى فيه انفيرجن صح كده؟ والسبستريت بتاعنا هيبقى ان تايب ولا بي تايب؟ هتبقى ان تايب لان الشارج هنا ايه؟ نيجاتيف شارج فهتبقى ايه؟ ان تايب. بس كده اسهل من كل الكلام اللي احنا كنا هنعمله ماشي. رقم اثنين بقى از ذا ديفايس بايزد ان اكيوميليشن ديبليشن اور انفيرجن، دي جاوبنا عليه صح؟ فاحنا جاوبنا على اول واحده وثاني واحده. بعد كده draw the energy band diagram in the semiconductor region ماشي. فخلينا نمسحها ونعد على كل واحده واحده وانتم فاكرين ايه بي تايب. في حد عنده اي مشكله في اول بوينت ديت؟ دي نقطه مهمه انكم تبقوا عارفين ديفايس ايه انفيرجن ولا ديبليشن ولا عشان قبل ما ترسم تبقى بترسمه صح. يعني انت لو حددته غلط انت كده ايه ضيعت الاسئله اللي جايه يعني. فخلينا نبدا اتفضل. بنحدد منين اكيوميليشن من ديبليشن؟ نحدد ازاي اكيوميليشن من ديبليشن؟ لو احنا عندنا بصينا على السبستريت ولقينا في جزء كده ديبليتد في انفيرجن لاير هنا كده يبقى احنا في حاله الانفيرجن. عندنا في السبستريت تو كومبوننت ماشي. لو ببص لقيت في شارجز متجمعه على السيرفس بس يبقى دي معناها ان انا في حاله الاكيوميليشن ماشي. لو بصيت لقيت في ديبليشن كده يبقى دي ديبليشن. تمام. يعني لما يكون الوقت عريض يبقى كده ده ديبليشن مظبوط. ماشي. فاول رسمه دي هنرسمها ازاي بقى؟ اول واحده دي احنا قلنا في حاله الانفيرجن فكل اللي انت انفيرجن صح كده؟ وهو عامل البايسنج هنا البي جيت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حد يقول لي بقى. بوزيتيف. فانا هرسم سريعا مثلا يعني هرسم سريعا هو في الاخر خلاص ايه هيبقى ده عندي كده ده الفيلم بتاع الميتال. المفروض الفيلم بتاع السيمي كوندكتور فوق ولا تحت؟ انا بابلاي بوزيتيف فولتج على الجيت، بوزيتيف فولتج على الجيت ماشي. فده معناه ان الفيلم بتاع الميتال هيبقى فوق ولا تحت السيمي كوندكتور؟ هيبقى تحت. طيب ده الفيلم ليفل بتاع السيليكون. وانا عارف زي ما اتعودنا بنرسم عند البلك الاول، بنرسم عند البلك الاول ماشي. فبنيجي نرسم على البلك هنرسم هنا. فاحنا ايه ده الكوندكشن ده ايه فيلنس قريب من الفيلنس ونبدا نرسم الايه البندنج. يعني احنا هنا لو افترضنا فلات باند، لو انا في حاله الفلات باند ماشي كنت انا لما احط الفي جيت ديت بصفر فساعتها لو بصيت على الفولتج على الاوكسايد هلاقيه فلات، هلاقيه كده ماشي. بس انا هنا بابلاي بوزيتيف بوتنشال على الايه على الجيت فيبقى الجزء الكومبوننت. ولو انا فارض بقى الفلات باند كونديشن الكومبوننت اللي على الاوكسايد لازم تكون ايه؟ تكون هي بوزيتيف هي رفضة، واللي على السيمي كوندكتور هتبقى بوزيتيف هي رفضة. فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ يعني لو بصينا هنا نلاقي البوتنشال هنا ده الفاليو دي كده بوزيتيف البوتنشال، يعني اقصد الفاي اس والفي اوكسايد الاثنين دول هيبقوا بوزيتيف فاليو. ده اسيومنج الايه فلات باند كونديشن ماشي.
بس هو هنا قال assuming the flat band condition ما قالناش. فانا اقصد يعني حتى لو واحد جه مثلا انا متخيل يعني لو حد رسمها كده مثلا مش big deal لان هو ما حددش في السؤال ده flat band ولا مش flat band. بس لو حدد flat band يبقى مهم انك ايه توضح الجزء ده. تمام كده؟ في حد عنده مشكله لغايه دلوقتي في اول بوينت؟ بس احنا في لحظه بقى ايه، احنا في حاجه ما رسمناهاش صح صح؟ ان المفروض تبقى تقطع معاها وتبقى بالظبط. هو ليه عمل كده بقى؟ يعني كده كده، واحنا قلنا ده والتاني هيبقى فوق ايه كده، وقلنا ده كده سريعا ايه كوندكشن وايه فيلنس، ده الايه فيرمي. هو احنا قلنا في سترونج انفرجن، فلازم توضح نقطه مهمه جدا، لازم توضح لما تيجي تقسم الاي اي يحصل ايه، يحصل انفرجن كده، يحصل كروسنج الاي اي ديت، يحصل لها كروسنج وبالتالي الاي فيرمي بقت فوق في النص اللي فوق، فحصل هنا انفرجن يعني. فاهمني؟ لازم توضح الحته دي. ماشي مفهوم يا شباب؟ طب خلينا نرسم الثانية ونشوف احنا فهمنا ولا لا. الثانية كانت ايه؟ depletion depletion بي تايب بالظبط. فنرسم برضو two barriers، نكتب هنا ده الميتال ده الاوكسايد وده السيمي كوندكتور. بعد كده كان هنا البوتنشال اللي هو رسمه هنا ايه، برضو السيل في جيت ايه بوزيتيف فاليو صح؟ نرسم ده هنا وده هنا وادي ده وده اللي هو الاي كوندكشن والاي فالنس، ده الاي فيرمي. وانا بما ان بعمل ابلاينج بوست فهيبقى ايه برضو ايه البيندنج بالشكل ده. ماشي لازم برضو نوضح هنا ايه ان المسافه ديت هي الفي جيت وده الاي فيرمي للميتال. ماشي هل هنا بقى هيحصل كروسنج الاي اي مع السيرفس ده ولا لا؟ مش هيحصل، فلازم نوضح نسم الاي اي هنا. فاهميني؟ فاهمين الحته ديت؟ لازم الحته دي عليها جريد يعني. تمام ماشي. طب تعالى نرسم الجزء اللي ايه النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده كانت ايه رقم بي او رقم سي، كانت رسمها اكيوميليشن وقلنا ده بي تايب برضو صح. البي تايب هيبقى مرسوم ازاي؟ هنرسم الاثنين نقول ده ميتال اوكسايد وده السيليكون. هنا بقى في البي جيت في الكيس عندنا هنا ايه بالماينس صح، فساعتها لو ده الميتال ايه فيرمي للميتال ساعتها السيمي كوندكتور هيبقى تحت. المسافه دي لازم نوضحها كده يعني، نرسم دي نقول ده البي جيت. هل هنا بقى نرسم كده ولا العكس؟ لو احنا فرضين فلات باند يبقى هنا بحيث يكون البوتنشال على ده نيجاتيف، يبقى البوينت دي مور نيجاتيف عن البوينتس ديت. تمام، واحنا عندنا بي تايب دايما تكتب المعلومات، فبس يبقى اي كوندكشن واي فيلنس، ويبقى البوتنشال السيرفيس بوتنشال على السيمي كوندكتور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هيبقى نيجاتيف، هيبقى البيندنج عامل كده. بس ممكن ترسم الاي اي كده. في حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ تمام نركنها على جنب دي. تعال نشوف بقى النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده هو كان مرسم لنا نفس الدبليشن دي بس ان طيب صح، يعني انا كده سوري انا كده انفرجن بس ان طيب. فنفس القصه هاجي ارسم اثنين اقول ده الميتال ده الاوكسايد ده السيليكون. ماشي انا في الكيس اللي هو حصل ايه انفرجن ده البوست الفي جي دي كانت نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ تبقى نيجاتيف صح، علشان انا اصلا ان طيب، فمعنى ان انا نيجاتيف الفيرم ليفل هيبقى فوق ولا تحت؟ الفيرم ليفل بتاع الميتال فوق ولا تحت السيليكون؟ فوق مظبوط. الحاجات دي لازم تجربوها بنفسكم يعني. بعد كده ده فيرم ليفل بتاع السيليكون، ونوضح هنا المسافه ديت هي الايه الفي جيت. ماشي بعد كده اروح ارسم الايه الاي كوندكشن والاي فيلنس عند السيمي كوندكتور. ده ايه ده ان طيب، فاحط هنا الاي سي، احط هنا ده اي دي. هل هنا بقى البوتنشال نحطه نيجاتيف؟ ده زي ما قلنا نفس القصه، هيبقى في كومبوننت هنا وكومبوننت هنا على الاوكسايد وكومبوننت على السيليكون. التو كومبوننت دول نيجاتيف. ماشي وبالتالي هنا ايه لازم تكون البوينت دي اعلى من دي كده، وهنا البيندنج لفوق. هنا بقى في القصه بتاعتنا لازم نوضح بقى عشان حصل انفرجن صح، فلازم نرسم الاي اي اوبس لازم نرسم الاي اي. هو ليه بيعمل كده؟ يعني اقصد
خلاص اعمل كروسنج مع ال... هيحصل نفس الكروسنج اللي هو حصل الشبه هنا بس العكس ماشي. يعني هيبقى كده كده وده الاي اي وهيحصل كروسنج بقى. يعني انت عارفينها خلاص يعني كده وهيبقى يحصل كده ماشي. طب هو لو رسم لنا لو قال لنا the onset of inversion فساعتها نبقى لازم نوضع الرسمة زي ما احنا شفنا مثال في الشيك ان الكروسنج بقى اللي هو فين اللي هو المسافة هنا المسافة اللي فوق قد المسافة اللي تحت بالظبط. بالظبط يبقى المسافة اللي فوق قد المسافة اللي تحت وكده ماشي. تعال نشوف ايه تاني. ده كبداية الانفيرجن يعني. بالظبط ان يعني احنا قلنا ساعتها ان فاي اس هتساوي 2 فاي اف. بس انا لازم ارسمها له بالظبط ولا ممكن ارسم اوضحها له بالنسبه بس يبقى باينه. يعني انت لو رسمت كده ان اي فيرمي ساعتها وانت بترسم الاي اي لازم تبقى ايه هنا المسافه ديت قد المسافه دي الحته دي قد الحته دي تقريبا فاهمين. المسافه ديت هي الايه اصلا انا مش عارف اظبطها بايدي كرسم. بس توضحها يعني اكيد لو ما عرفتش تعملها اكتبها لي. اوكي تمام. فصلت خالص بس خلينا نشوف ده اخر سؤال. في بقى اسئله في الامتحانات اللي احنا كنا حليناها ايام الميد ترم فدي هتلاقيها يعني عموما كده هتلاقي في الامتحان بيجي عادي ممكن يجي سؤال على البين جانكشن ممكن يجي سؤال على البي جي تي. يعني هي الريشه هتبقى بالعكس يعني المفروض الجزء بتاع الموس كاب والموسفت يبقى هم ليهم جزء كبير وبعد كده في هتلاقي جزء اللي يليه البي جي تي وجزء ممكن يجي سؤال على البين جانكشن يعني. فانتوا ايه انا اقصد كتركيز يعني وانتوا بتحلوا ايه او بتذاكروا يبقى ماشيه بالعكس يعني. ماشي تعالى نشوف هنا في السؤال ده. ماشي في السؤال ده بيقول لنا ايه بيقول لنا ان الالكتريك فيلد فيرسز البوزيشن في الامس دايد وزدود 10 اس 16 بالكوبيك سنتيمتر ومدينا هنا سيمي كوندكتور السيليكون ات روم تمبريتشر ومدينا اتس ان اكويليبريم وبعد كده بقول جواب على الاسئله ديت. فبيقول لنا هنا ده ان تايب ولا بي تايب واكس بليد او يو نو بي تايب ان تايب عشان الكري فيلد نيجاتيف. هل الاتجاه الالكتريك فيلد ده يدينا معلومه عن ال ان هو ان تايب ولا بي تايب؟ مش بعمل انتجريشن للتشارجز اللي هي ان تايب المفروض هو المفروض ان طيب بس انا يعني هو اتجاه الالكتريك فيلد كده يبقى نيجاتيف مش ثانيه البي تايب الالكتريك فيلد دلوقتي بالنيجاتيف تمام البي تايب بيسيب لنا نيجاتيف تشارجز تاني لو رسمنا كده قلنا ده الميتال وده السيليكون الالكتريك اتجاه الالكتريك فيلد هي فين في هنا اتجاه الماينس اتجاه الالكتريك فيلد بالماينس فده معناه ان هو في تشارجز هنا ايه هنا في بوستر تشارج وهنا مش عايزين نرسمها كده بقى زي البين جانكشن معلش يعني خليها كده فده معناه ان هو الاتجاه بقى في اتجاه الماينس فده معناه ان السبستريت اصلا ده ايه ان تايب مظبوط قول الكلام معلش لو جبناها من الانتجريشن اللي كنا بنعملها اللي هو قلنا دي اي باي دي اكس يساوي
انت عايز تكتب بصو اكويشن وتقول ان الدي للالكتريك فيلد على الدي اكس تقول ده بيساوي رو وب اكس صح؟ اه في ابسلون لسه في الابسلون ما هتيجي نفس الكلام هو مش فاكر في دي يعني. لو انا ان تايب فهقول ان دي في كيو ماشي هنا السلوب هنا اصلا بوستيف انت عايز سلوب بوستيف السلوب بوستيف ماشي صح بس ده مش معناه ان السبستريت فرق ما بين الايونايز اتومز وما بين الماجوريتي كاريير بتاع السبستريت او البايب بتاع السبستريت صح مش دي الديبليشن انا بعمل بس انا عايز اسالك سؤال يعني خلينا نرجع تاني البي ان جنكشن العاديه بي ان جنكشن هي ده بي وده ان ماشي لما كنا بنرسم الديبليشن ويتس هنا كانت هنا ده البوزيتيف وهنا ده النيجاتيف صح تمام بس هل معناه ان هي دي بي يبقى السبستريت بي لا يعني كان احنا كنا بنقول هنا الايونايزد اتومز هنا بي يعني بوزيتيف ايونايزد اتومز هنا في الديبليشن ويتس في الديبليشن ريجن الموجوده في الان تايب والعكس هنا فنفس الكلام هنا انت بتيجي تعمل الانتجريشن بالطريقه او بقى ديفرنشيشن سوري فيطلع لك هنا جزء عامل كده صح انت عايز تقول كده صح اه ده مش معناه ان هنا السبستريت او السيليكون ده ان بي تايب لا ده معناه ان الديبليشن ريجن في الان تايب عباره عن بوزيتيف ايونايزد اتومز بس صح ولا ايه تمام انا اطلع بالتاني شو ده يا جاسم ماشي ايه تاني بقى فده اول نقطه فلازم نوضح ازاي نكتب بقى ايه البواسو ايكويشن ونوضح له القصه نرسم له رسم وهكذا تاني حاجه وات از ذا فاليو اوف شوتكي بارير هايت عايز يشوف الفاي بي دي بكام ماشي فنحسب الفاي بي ازاي دايما ايه نمسكها خطوه خطوه احنا قلنا ده ان تايب صح قلنا الان دي بكام قلنا الان دي ب 10 اس 16 بير كيوبيك سنتيمتر في ايه تاني معلومه عندنا واحنا ممكن من الاريا اللي قدامنا بتاع الترينجل نطلع الفاينود هو عايز يحسب الفاينود اصلا هنا ولا لسه جاي مظبوط انا بقى مظبوط فاهمك ما ده اللي احنا هنعمله دلوقتي بس انا اقصد ايه انا كنت الاول ايه برسم الرسمه يعني دايما واحنا يبقى شوت دايت انا بفضل ان احنا نرسم الاول يعني ماشي فده الاي فيرم للميتال ماشي ساعتها قلنا سبستريت ان تايب يبقى ده اي كوندكشن وده اي فيلنس ساعتها هو بيقول لي ايه هنا شوت كي صح قال لي شوت كي بارير هايت فالشوت كي بارير هايت هيبقى عامل كده ده الفاي نود ده الفاي بي ماشي هو عايز يحسب الفاي بي ديت فنحسبها ازاي هنقول الفاي بي ديت عباره عن الفاي نود بلس الفاي ان ماشي هنشوف بقى نحسب الفاي ان النود دي ازاي ماشي بس الفاي ان ممكن نحسبها صح كي تي على كيو لان ان سي على بالظبط فنيجي نقول له هنا الفاي ان دي مقدور عليها كي تي على كيو فلن ان سي على ان دي والان دي جيفن خلاص دي جيفن معانا ماشي بالنسبه للفاي نود دي هنعملها ازاي الاريا بتاعت الترينجل ده مظبوط فدي فاي نود خليها بقى سوري الفاي نود دي هتبقى عباره عن ايه بقى تبقى عباره عن الاريا بتاعت الريجن ديت كده اللي هي عباره عن ايه بقى اللي هي عباره عن نص في الاي عند الزيرو اللي هي الفاليو اللي هنا ديت مضروبه في الويث اللي هي المسافه ديت سماها اكس هنا بس نقول نص في بقى الايه اللبلب نطلع ايه